شهر رمضان الكريم تزداد نسبة هروب العاملات المنزليات ويرتفع التوتر النفسي لدى ربات البيوت، وخصوصاً من ليس لديهن خادمة في المنزل، وذلك بسبب زيادة الأعباء في هذا الشهر. تهرب الكثير من العمالة المنزلية ليذهبوا للعمل بأجور عالية توفرها لهم عمالة امتهنوا السمسرة وتشغيل الخادمات الهاربات، حيث يفرض هؤلاء السماسرة وبقوة أجندة احتيال جديدة من خلال تصيد الخادمات وإغراءهن بزيادة الرواتب والهروب من الكفيل وإيوائهم فترة من الزمن، ومن ثم العمل في منازل أخرى من دون فرض سيطرة الكفيل في ظل وضع الراتب الذي تحدده. فما هي الأسباب وراء ذلك؟ وما هي الحلول؟ على طاولة سيدتي. مشاهدينا، بعد ما شفنا هذا التقرير نناقش الموضوع ونرحب بضيوفنا في الاستوديو: الدكتور إبراهيم الزبن، أستاذ علم الجريمة، والأستاذ وليد سويدان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وعضو في لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ويسعد مساكم. حياك الله. يعني موضوع الشغالات هذا الملف الشائك الغائب الحاضر أكيد في بيت كل أسرة سعودية. الحين موسم رمضان على الأبواب وكل عام أنتم بخير مقدما، لكن في بعض الناس يجي لهم موسم رمضان بفجأة، الشغالة فجأة يلاقون بين يوم وليلة هروب الشغالات. العمالة في هذه الفترة بالذات الشغالات في البيوت طلعت الحين موضة جديدة غير الهروب، إذا ما تبغى تهرب تبغى مطالبة بأجر زيادة. السؤال هنا إيش هو سبب بالذات هالفترة أن الشغالات يبدأون يهربون من البيوت؟ طبعا نبدأ فيك دكتور إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك لكم إن شاء الله بقرب دخول شهر رمضان والمشاهدين. الحقيقة قضية الهروب من سواء تحدث عن الخادمات أو العمالة بشكل عام يعتبر في تصنيف الجرائم جرائم تجار بالبشر. وهذه الجرائم أن المملكة عندها يعني ملف في هذا الموضوع، وهي حقوق الإنسان وجميع حقوق الإنسان أيضا عندهم كثير من يعني المواد التي تحاول معالجة هذه المشكلة التي بدأت تتفاقم وترتفع معدلاتها في المملكة بسبب يعني ضعف أو القدرة على استخدام عمل آخر من خارج المملكة، وخاصة في مجال العمل المنزلية. كثير من التضييق من قبل الجهات خارج المملكة والدول المختلفة أصبحت تتعامل مع المملكة بنوع من الحذر في تصدير عملتها وتصدير مواطنيها. المملكة بدأت تعاني من مشكلة وانعكست على المواطن، المواطن تعود على نموذج معين في تكوين الأسرة أن يكون أحد أفرادها الأساسيين العاملة المنزلية، فأصبحنا أمام ظاهرة متراكمة من عدة عوامل نتج عنها مثل هذه الظواهر، والتي يعني ينبغي أنه عندما نقرأها بهدوء ونحاول قدر المستطاع أن نفهم المبررات والأسباب والعوامل الحقيقية، وليس نندفع خلف بعض القراءات الصحفية أو الإعلامية التي تحاول دائما تحجيم المشكلة ووضعها في عامل واحد أو عاملين فقط وإغفال باقي العوامل الأخرى، أما باتهام الأسرة التي تستضيف هذه العمالة المنزلية بأنها تسيء لهذه العمالة مما يدفعها للهروب، أو اتهام المكاتب الاستقدام بأنها أحيانا في تواطؤ إلى حد ما مع بعض العمالة المنزلية بعد مرور 3 شهور لفترة التجربة تهرب هذه الخادمة، أو اتهام أن هناك عصابات تعمل سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، احنا نسميها الجرائم عابرة الحدود، وهي التهريب ممكن البشر مندمجة تحت جرائم التهريب البشر. هناك نوع من التنسيق والتنظيم داخل خارج المملكة وداخل المملكة، أو نتهم أيضا بعض القنوات الرسمية أنها لم تتعامل مع هذه المشكلة بضوابط أمنية وضوابط تنظيمية تساعد وتساهم في الحد من هذه المشكلة التي أعتبرها أنا إلى حد ما تصل إلى ما يسمى بالجرائم التجارية والبشر. كل هذه العوامل اللي ذكرتها هي مجتمعة يمكن أن تفسر هذه المشكلة، لكن ينبغي لا نندفع خلف عامل واحد ونتجاهل العوامل الأخرى. في علم الجريمة نعتبر أن الجرائم الاقتصادية
أو الجرائم من الناحية الجغرافية الاقتصادية تتحرك من منطقة إلى أخرى، من فترة زمنية إلى فترة أخرى، فتزيد معدلاتها في فترات معينة، تنخفض في فترات معينة، تزيد في مناطق جغرافية، تقل في مناطق جغرافية. فإذا لابد من وجود دراسة حقيقية شاملة لموضوع هروب الخادمات أو هروب العمالة المنزلية بالأصح. والوزارة كما قرأت في موقع وزارة العمل لا تفضل أن نستخدم هروب، إنما تفضل تغيير المصطلح لتغيب العامل المنزلي. سمينا هروب، سمينا تغيب، في النهاية احنا نتكلم عن مشكلة لها أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية وتنعكس على كل مفردات الأسرة. نعم دكتور، نعم دكتور إبراهيم، هذا من الناحية احنا يعني تقريبا عملناها من الناحية القانونية. لو نبسط اللغة وجايت لك يا أستاذ وليد، مكتب الاستقدام، الحين المواطن كم صار يدفع عشان يستخدم شغالة أو سواق؟ بالذات الشغالات سعرهم أعلى ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنها يعني بالنسبة للعمالة المنزلية من 7 سنوات تغيرت تكاليف الاستخدام من دول مرسل العمالة، وذلك يعني لحدوث إيقاف الاستخدام من بعض الدول التي كانت يعني يعتمد عليها اعتماد كذا تقولين 80% من المجتمع السعودي عليها. يعني فاحنا ما راح نذكر اسم الدولة وغيرها، بس انه يعني معروف هذه. فهذا ادى الى يعني كثر الطلب، العرض والعرض قليل، فما ادى الى رفع التكلفة، رفع الراتب بالنسبة لهذه. بالحالة هذه لما رفعت الرواتب، انه العمالة الموجودة لما تقدم، انه ما تقدم، انا بعطيك مثلا في سريلانكا العامله المنزليه ما تصل للسعوديه الا مستلمه من 1500 الى 2000 دولار في يدها. فهذه مدخول لها ما يعادل من 7 أو 8 شهور. فمن تقدم للمملكه وتعمل هي بالاساس ما تصل 7 شهور، فلما ترجع تاخذ 7 شهور ثانيه، لانه يعني هذه شغله ثانيه، يعني احسن لان ما تكرف في البيت ولا يستغلونها. هذا استغلال، طبعا استغلال، استغلونا استغلال. وانه احنا بالنسبه لنا كمواطنين وكاصحاب حاجه لازم نتكيف للوضع هذا، لا يكون انه ارتباط. كيف على اي وضع؟ اسمحي لي اختي، العمليه ما فيها انه العمل صح، احنا محتاجين العمل المنزليه. اوكي. محتاجينها، ما نقول ما نحتاجها، بس لازم نتكيف ونعتمد على تربيه ابنائنا وبناتنا على الاعتماد الشخصي لهذا. انا معك في التربيه. هذا واحد معاني. الوضع الثاني انه ما يعني الناس تتكالب تقول والله في رمضان، رمضان تروح الناس تتقضى، ناس جوعة. احنا ما احنا في مجاعه. وكل يعني الاكل، اصناف الاكل هاو شغاله يعني مطروحه. ما في يعني قضيه انه رمضان شهر طاعه وعباده وصيام وهدوء وتسبيح، مو يعني حتى الاكل لما يطبخ يفكر فيه النعمه هذه سبحانه وتعالى الله اعطانا اياها راح نرميها بعدين، فالله سبحانه يحاسبنا. طيب احنا محاسبين. دكتور استاذ وليد، يعني نعم. احنا نتكلم على عادات مجتمع، بس انا بجيب لك اياها من صوره ثانيه. ترى في بعض البيوت السعوديه في حاموله، يعني اسر كبيره، في بعض البيوت ما تخلو عن 3 أو 4 شغالات يكونوا موجودين فيها. ها بصراحه بعض المرات تدخل البيت هذا بتحس صرنا في ابتزاز بصراحه، حتى الاسره بنفسها حتى اذا كانت جيده مع الشغاله عارفه انه مجرد انها ما حتهرب هالشغاله او ممكن ترجع ثاني مره للمكتب. نسمع دائما اذا انا من رجعيني المكتب، يعني صارت سهله انه خلاص رجعيني المكتب. طب انت ما انت عارفه قد ايش الواحد تكلف عشان جابك، ما فوق 20,000 وصلنا، يعني اكثر من 20 واكثر من 20,000 والوقت ليس المفسد. بدينا نوصل للسنة عشان توصل شغالة. الوقت الوقت كذلك، يعني الوقت لأنه طب أنتم كمكاتب استقدام إيش المشاكل اللي أنتم تمستوها من هروب الشغالات، إذا هذه في حالة إذا لجأت إلى المكتب اللي استقدمها؟ إذا لجأت المكتب حلت مشكلتها. حلت مشكلتها شلون؟ حلت مشكلتها، تنحل مشكلتها في شيئين، يا يعني إنه ترجع بلدها وفيه الاتفاق خلال 3 شهور ترجع بلدها ويعوض صاحب العمل بعامله بديله. اما اذا رجعت شو اسمه، لان المشكله انه حتى الانظمه نفسها الان في انظمه جديده لوزاره العمل راح تسمح لمكاتب الاستقدام باعطائهم عماله مؤقته وتقدم خدماتها بالشهر هذا، واذا تم موافقه بين الطرفين فيكون العمليه اسهل في الامور هذه. ونتمنى ان شاء الله اذا طبقت وزاره العمل، بس انه اللي وضعت فيه بعض الشروط اللي وضعت وزاره العمل ما يعني حتى المكاتب عندها الان فيه موضوع يعني البحث تسهيل اجراءات
وتسهيل حتى يقوم المكتب بتوفير العمالة المنزلية وتكون أساسها فعلية مطلوبة في الساعة، يعني ما تكون تأخير سنة أو 7 شهور أو 8 شهور، وإنما يأتي صاحب العمل إلى المكتب استخدام ويحصل مبتغاه من عنده. طيب دكتور إبراهيم، الكلام هذا كله حلو، بس كلنا بنعاني من التطبيق، يمكن المشكلة في تطبيق الأنظمة. لما ترجع لمكتب الاستخدام يقول أنا جبتها وهربت، لا كان المفروض أنها ترجع وأنها تسفر، طب هالوقت هذا كله يعني وهي حافظة الشغالة 3 شهور تخلص المدة حقتها، يعني عارفين بالضبط إيش هم اللي يبغونه، أو بعض المرات فعلا يكونوا متعاونين مع ناس يشغلوهم جوات البلد هنا، يعني عندهم شبكة ممكن إحنا نسميها من المعاناة اللي بيشوفها المواطن. ما في موجودة من المواطنين وغير المواطنين. حقيقة بالنسبة للمشكلة هذه يعني زي ما ذكرت لك هي لها أبعاد مختلفة، وهناك عدة جهات لها علاقة في هذه المشكلة، سواء الجهات المتعلقة بالجانب الأمني زي وزارة الداخلية، والجهات المتعلقة بتنظيم أوضاع هذه العمالة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وهذه الحقيقة تعدد المصادر اللي تهتم بمعالجة مشكلة الهروب تجعل من هذه المشكلة لها فرصة أو بيئة محفزة لنمو هذه المشكلة. الأسر عندنا في المملكة أو خلينا نسميها التعاون المواطن أو غير المواطن حتى الوافد مع الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية ونوع من خلينا نسميه السياق الاجتماعي المتكامل في معالجة المشكلة، هذا مسألة مغيبة عندنا في المملكة. فالعاملة المنزلية لو ما وجدت من يشغلها بعد ما تهرب من كفيلها لما هربت، هذه بداية، فبالتالي هي تهرب من عائلة سعودية إلى عائلة سواء سعودية أو مقيمة، فتهرب من أسرة إلى أسرة، فإذا هذا الذي قام بتشغيلها هو مشارك بالخطأ. وبالتالي عندما تحفز المواطنين على التعاون مع النظام في عدم وجود مثل هذه الأشياء نتطلب أنه يكون في هناك نوع من اللي نسميه السياق الاجتماعي المتكامل. لما نأتي في وزارة الداخلية، وزارة الداخلية عندها أنظمة تضبط العمالة الوافدة بشكل عام في المملكة من ناحية تحركها ومن ناحية ممارساتها وأنشطتها سواء على مستوى الأسرة أو خارج الأسرة. إذا كان الآن ثبت وأمامنا حالة من الحالات التي إرهابية، أنه كان أحد الإرهابيين استضاف أحد الخادمات وتزوجها زواج عرفي وقام باستخدامها في عملية إرهابية، إذا المسألة هنا لا نتحدث عن مشكلة نبسطها بهذه الدرجة ونقول أنها خادمة بعد مرور 3 شهور هربت من المنزل وراحت تعمل في مكان آخر. هي المسألة ليست بهذه السهولة، نتكلم عن جرائم جرم البشر، نتكلم عن جرائم أمنية، نتكلم عن خطورة أخلاقية. كثير من للأسف من الحالات التي تضبط من خلال أجهزة الضبطية الأمنية تضبط الخادمة في وضع يعني مشبوه وتستخدم في شبكات دعارة وشبكات انحراف وتسول وغيرها من الشبكات. أنا أضرب لك مثال بسيط، أنا لما نأتي إلى هذه العاملة المنزلية التي تأتي بمرتب معين وهذا المرتب محدد من بلدها، بالرغم من تحسين الأجر، إذا كنا نتهم الأسرة لها دور تحسين الأجر ورفعه إلى الضعف أو أكثر وشروط البلد التي المرسلة منها لهذه الخادمة بوجود غرفة مستقلة ومكونة من شروط، ولا كأنها إلا زوجة وليست خادمة، ومع هذا كل ذلك لا زلنا نعاني من مشكلة عدم يعني انضباطية الأعمال المنزلية التي تأتي للمملكة. إذن المشكلة هي أكبر مما نتصوره. نعم دكتور إبراهيم، يعني فقط أود أؤكد على نقطة أخيرة. تفضل. إذا كنت أنا بعالج هذه المشكلة من خلال أنه والله الأسرة تسيء للعاملة، إذا لماذا هربت في شهر رمضان؟ لماذا لم تهرب في الشرق السابقة؟ الأمر الآخر، إذا كنا نعرف أن العاملة هذه وصل الأجر اللي تأخذه في شهر رمضان إلى 5000 ريال أو أكثر أو أقل بشيء بسيط، ما يعادل 3 أو 5 رواتب من رواتبها الشهرية، إذا عندنا هنا مشكلة، هي مشكلة ذات أبعاد اقتصادية، أبعاد أمنية، أبعاد اجتماعية، مشاركة مجتمعية ضعيفة، سوء حقيقة في تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية والضبطية. فبالتالي لا نتوقع، أنا لست متفائل بحل هذه المشكلة عن قريب إلا بحالة واحدة، مشروع أو خلينا نسميه نظام الإقامة عندنا في المملكة يحتاج الحقيقة فيه ثغرات كثيرة ويحتاج إلى معالجة. هذه هي المشكلة الأساسية. نعم أكيد إحنا حنكمل معاكم بعد هالفاصل، الملف الغائب الحاضر يعني على طاولة العائلة السعودية. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر في فقراته.
يا هلا مشاهدينا، نعود لمناقشة موضوعنا من جديد مع الدكتور إبراهيم الزبن أستاذ علم الجريمة والأستاذ وليد السويدان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وعضو في لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. أستاذ وليد، صراحة في بعض الدول توجد هناك زي ما نقول تأمين في حالة إذا هرب الخادم، لكن إحنا عندنا هنا صاير عندنا العكس، تلاقي المواطن هو اللي يدفع حتى يدفع التأمين للخادم قبل ما يجي هنا. وش رأيك في الموضوع هذا؟ والله الحقيقة التأمين يعني هو يعني ينفع كل الأطراف، ينفع صاحب العمل والعامل كذلك. صاحب العمل والعامل. نعم. شلون ينفع؟ بوليس التأمين المفروض أن تطبق بوليس التأمين تحمي كل الأطراف. بالمناسبة ترى أنه ما في عمالة تدخل السعودية من كل الجنسيات إلا مدفوع التأمين لها، يعني ولدها والأمر أنه صاحب العمل هو يدفع من ضمن التكاليف المدفوعة لمصلحة العامل. الدول المرسلة للعمالة تنظر إلى مصلحة عمالتها وتحافظ عليها، ومع الأسف أنه عندنا حتى نتكلم صراحة أنه الشركات التأمين، أنا حتى بتصالي معهم طرحوا على مؤسسة النقد أنه بوليصة التأمين للعمالة المنزلية ولم توافق مصلحة النقد. ما بعرف هذا ليش ما توافق، وفيها مصلحة لجميع المواطنين فيها حماية حقوق. أنا من الآن تكاليف سابقة تتكلف 7000 5000 ريال ما هو مشكلة، الآن وصلت إلى 30000 25000 ريال تكاليف استخدام العمالة، فما هذه مكلفة للعمالة. وثانيا تعمل حقوق، ما دفع راتب، من ضمنها في شركة تأمين هذه تقوم وفيها محامين ويطالبون من المخطئ سواء العامل أو صاحب العمل. ففي حماية للأطراف كلها هذه. يمكن هذا يكون حل فيه له حماية للأطراف كلها، ولكن ما زال الحل هذا أو الاقتراح هذا غير مفعل في الوقت الحاضر الحين. سبب بعض المرات يقولون سبب هروب شغالات بسبب أنه الأسر السعودية ممكن يكون فعلا الكلام هذا صحيح أنها ترهق العامل أو تزيده فوق حده، يعني حتى بعض الدول طالبت بساعات عمل تكون محددة لأي عامل يجي يشتغل عندنا في البيوت. ف ايش رايك في الموضوع هذا؟ العمليه اشوف حتى نكون واقعيين انه الاسره السعوديه اللي عندنا اصبحت اتكاليه تتكل على العامل المنزليه في كلها، هي عامله وهي طباخه وهي مربيه وهي حارس في البيت كذلك تجلس، لو يخرجون لا تكون هذه. فلانه يعني حتى نتيجه هذه نظرنا الى 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 شبابنا وشاباتنا من اعمار من 12 سنه الى 20 سنه. شاب يعني وتنظري حتى تعرفين انه تباين الفروقات الفرديه بين الاسر. الاسره اللي ما عندها شغاله تشوفين ابنائها كيف معتمدين وكيف على نفسهم ويقدمون بفعاليات وهذا، والثاني لا ينظر من يساعده ما يعتمد على نفسه، وانما هذا صاحب قرار ويتعدى على نفسه سواء بنت او ولد. طيب دكتور ابراهيم، استخدام الشغالة احنا في حياتنا العادية اذا جينا نبغى نقدم على وظيفة نجيب شهادة حسن سيرة وسلوك، لكن المواطن لما مكاتب الاستخدام او اللي نستخدمهم ما ندري وش الخلفيات حق العامل اللي حيدخل البيت هذا، بدليل يعني احنا شفنا اشياء فعلا كوارث في المجتمع من جرائم من 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 جد ندخل شخص عندنا في البيت وما نعرف اي شيء عنه. فايش رايك في الموضوع هذا؟ الحقيقة يعني ارجع اقول انه مشكلة عندنا قاعدة تتراكم لانه ما في حلول واقعية ومناسبة لمعالجة هذه المشكلة. لا زلنا ندور في نفس الفلك، نتحدث بنفس اللغة، لا يوجد لدينا حلول منطقية واقعية لمعالجة المشكلة. نرمي أحيانا المشكلة على الأسرة زي ما تفضلت، وإحنا نرمي المشكلة أحيانا على النظام وأحيانا على مكاتب الاستقدام. المكاتب الاستقدام هي في النهاية هي تعمل بشكل تجاري وتبحث عن الربحية، وليس لديها أي اهتمام في قضية ما يأتي بعد ذلك. فبالتالي لا أطالب مكاتب الاستقدام أنها تعالج مشاكلها، مشاكل أنا كمواطن، أو تعالج مشاكل النظام نفسه. إنما المفروض النظام نفسه هو الذي يعالج هذه المشاكل. فبالتالي طالما أن الأسرة السعودية هي تتقبل أصلا وجود العاملة الغير نظامية داخل المنزل، والتي لا نعلم تماما أي خلفية عنها من يعني وهي داخل المملكة ونعلم تماما أنها مقيمة بشكل غير نظامي وتدخل المنزل وأحيانا تمارس السرقة وأحيانا تمارس الدعارة وأحيانا تمارس الجريمة وأحيانا تقتل الطفل والعنف داخل الأسرة كما نشاهد في بعض المواقف، ومع ذلك هناك استمرار لتشغيل العمالة المنزلية الهاربة أو المقيمة في المملكة بشكل غير نظامي، ولا نجد أي تجاوب من أي مواطن. ما السبب؟
خلونا نرجع حقيقة نبحث عن السبب الحقيقي. السبب الحقيقي هو ليس نسبة وتناسب، بمعنى هل العرض أكبر أو الطلب أكبر. هي المشكلة هي مركبة أو معقدة. كثير من المشاكل عندنا تبدأ بسيطة وتتعقد وتصبح بعد ذلك أزمة، لأننا ما نبدأ علاجها من بداية المشكلة. اليوم لما نتكلم عن المراحل اللي ينتقل فيها العامل من موطنه الأصلي، سواء في أي دولة من الدول التي تستخدم منها، إلى وصول المملكة، ثم إلى عمله داخل المملكة، ثم إلى عودته. هذه الرحلة التي قد تتجاوز أكثر من سنة، أحيانا تكون أقل من سنة على حسب استقرار هذه العمالة، لا يوجد أي متابعة أمنية أو نظامية أو اجتماعية أو حتى خلينا نقول مكاتب الاستخدام نفسها لهذه الرحلة، إلا مجرد يعني معالجات فردية لحالات هربت أو كذا. إذا أنا أمام مشكلة، لابد أن هذه العمالة عندما تنتقل، إحنا عندنا دراسات في الهجرة، عندنا عوامل جذب وعوامل طرد. هذه العمالة عندما تأتي من بلدان، هي تأتي بحثا عن تعديل مشاكلها الاقتصادية. بعض هذه العمالة مجرد أن تتعدى المشاكل الاقتصادية في بلده يهرب ويبحث عن العودة خارج المملكة، ولا يرغب أن يحمل تكاليف مالية. طيب هذه حالة. حالة أخرى زي ما تفضلت، قد تكون الأسرة لا تتعامل مع هذه العاملة المنزلية أو السائق أو أي كان بالطريقة الصحيحة، وبالتالي يكون عندها مبرر أو سبب الهروب. الحالة الثالثة عندما نتحدث عن وجود شبكات من داخل المملكة وخارج المملكة تعمل على تحريك هذه المنظومة، بحيث تضمن بعد مرور 3 شهور إلى تهريب العاملة ثم استغلالها في أعمال أخرى. أنا أسأل سؤال بسيط جدا، هذه المرأة التي هربت في مجتمع مختلف تماما عن مجتمعها، أحيانا حتى اللغة لا تتحدث نفس لغة هذا المجتمع، وتخرج من منزل مستقر في أسرة وفي عقد رسمي ونظامي ومكتب استقدام مربوطة معه بشكل نظامي، وتهرب إلى بيئة غير نظيفة وغير منظمة، وتستغل جنسيا، خلونا نكون واقعيين، ويتم استغلالها ماليا. لماذا وصلت إلى هذه المرحلة؟ نرجع نقول أحد الأسباب الرئيسية في ذلك طبيعة هذه العمالة. هي عمالة جاية من اللو إنكم أو المجتمعات اللي منخفضة التعليم ومنخفضة الدخل، وبالتالي هي غير مهيئة نفسيا وتعليميا، وأن تصبح إنسانة مثقفة وإنسانة. طيب هنا وين يجي دور مكتب الاستقدام؟ مكتب الاستقدام لما يبدأ يستقدم لي عمالة أنها تكون مؤهبة، يعني الواحد يدفع دم قلبه وأنه يلاقي العمالة غير مؤهبة، زي ما بلدهم هم عم تحط شروط لساعات الدوام للرواتبهم، المواطن يفاجأ بعض المرات بعمالة. لكن خليني أقول لك نقطة، اسمح لي فيها. أنا مارست هذا العمل من خلال أموري الشخصية، لكني ذهبت لبعض هذه الدول وشاهدت المملكة ليست، ويعلم زميلنا أن ليست المكان المغري للعمالة للقدوم. المملكة آخر خياراته، يعني المرأة هناك أو الرجل عندما يرغب العمل في المملكة يحاول مكتب الاستقدام أن يبحث له فرصة في أحد دول الخليج أو في أحد الدول العربية أو في دول حتى في كوريا مثلا أو في اليابان أو في ماليزيا أو سنغافورة أو غيرها من الدول اللي أكثر غراء بالنسبة له. إذا كل هذه الأبواب يعني قفلت أمامه، يقبل بالمملكة. إذا أنت اللي يجيك هو الخيار الأسوأ، ما يجيك الخيار الأفضل. ليش؟ لأن نحن عندنا مشكلة في المملكة، ما احنا عارفين كيف ننظم هذه البيئة ونساعد على إعادة هيكلتها بالطريقة الصحيحة. أرجع أقول نظام الكفيل ونظام الإقامة أنظمة كانت تخدم فترة زمنية معينة، ينبغي إعادة النظر في هذه الأنظمة ومحاولة معالجة هذه المشكلة. أحد الحلول اللي ذكرها زميلنا أنا أعتبره حل متميز، أنه يكون بنظام التأجير بالساعات، ويكون مكتب الاستقدام هو الذي ينظم هذه العملية. حل آخر أنه ألغي أو خلينا نقول خفف من قيود نظام الإقامة عندنا في المملكة. الحل الثالث أنه الأسر يكون عندها أوبشنز أو يعني خيارات، عندنا خيارات أنه أنا لما تجيني فرصة مع عاملة، أنه أنا حتى لو كانت هاربة من كفيلها، أنه نظام الإقامة يسمح بالتنقل. يعني ليش انا لما اجيب عامله مثلا على اسره معينه وما انسجمت مع هذه الاسره لسبب او لاخر، امنع اما ترجع لبلدها او اني ابيعها بمبلغ يعني احيانا مبالغ به، ليش اضع هذه الحلول الخاطئه؟ خل اضع حل مناسب تسمح لها بالانتقال لأسرة أخرى. نعم. ما المشكلة في ذلك؟ طب أستاذ وليد، ممكن تكون هذه الحلول اللي اقترحها ممكن تكون مرة سهلة لكم أنتم كمان كمكاتب استقدام، يعني إذا الشغالة رجعت لكم ثاني مرة تخير إنها مثلا إنها تروح عند أسرة ثانية؟
هو هذا طبعا هذا الحلول مطبقه في دول الخليج بس عندنا النظام ما يسمح الحالات هذه بس الان بالنظام الجديد اللي وضعته وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه انه باعطاء حالات تاجير العماله مكاسب تقوم بتاجير العماله راح يطبق هذا النظام وفي في فائده لانه لم تصل الى صعوبة اذا اخذها يجربها مده اسبوعين ثلاثه شهر صحيح. لم توافق لم ينسجم من الطرفين تعاد للمكتب وتعطى فرص العامل نفسها في ثانية ففيها يعني فيها منافع كثيرة هذه بالنسبة للعمل اللي اتخذت وزارة العمل الأخيرة هذه يعني بس أنه مع ذلك أنه أنا أرجع وأقول أنه لابد من بوليصة تأمين حتى تطمئن وتطمئن العملية كلها تسير باستمرار ومعرفة ملك وعليك في كل الحالات هذه إضافة ذلك أنه كأسر لا نعتمد اعتماد كلي على العمالة العمالة جاءت من بيئة مختلفة عن بيئتنا طبيعتنا مجتمعنا كل أشياء كثيرة هذه فالحمد لله الله سبحانه وتعالى أعطانا الخير والنعمة هذه فلازم ننظر كذلك في تعاملنا شوف الدين المعاملة الدين المعاملة فإذا تعاملنا شوف الأسر الناجحة وهذه غالبية عندنا الغالبية عندنا حسب تجربتي في الاستخدام الغالبية عندنا أسر ناجحة كثيرة بحسن تعاملها في أسر بالعشر سنوات الشغلات تجلس عندهم في أسر بالعشر سنوات تجلس في أنا عندي أسر 30 سنة ما شاء الله أنا أعرف أسر وجابت العمالة للعامل نفسه ترعاها لأنه ربت الابن هذا والابن تزوج وعنده أولاده ومعه فاعتبر فالدين المعاملة فأنه لا إذا عملنا بأسلوب طيب هي إحنا كسبناها وكفينا على كلامك كفينا شرها إن شاء الله عموما طبعا الواحد يعني زي ما في الجيد في كمان السيء نعم. والحل الأول وفي الأخير لازم تضافر أكثر من جهة سواء كان من المواطن أو كان من الدولة أو حتى كمان نظام الاستقدام وإعادة نظر في هيكلة القوانين عشان حفظ حقوق الجميع شكرا لمشاركتكم معنا الدكتور إبراهيم زبن أستاذ علم الجريمة والأستاذ وليد سويدان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني وعضو في لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض شكرا لحضوركم معنا الله يحييك أعزائي المشاهدين فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر في فقراته في سيدتي بعد الفاصل هدى الشهيب حكاية امرأة توثق الجمال بلمسات غير معتادة في فنون الديكوباج موسيقى